احنا نطلب من وزارة المالية أن هذا المصرف في شارع بغداد موظفين موجودين كاملين. المصرف ما بيه شيء، ما مضروب. ليش ما يفتحوه؟ ها؟ يعني ليش؟ شنو السبب؟ ما موجود موظفين؟ والله موجودين ويريدون يداومون بيوم قبل يوم. بناية عادة وترميمها؟ بناية عادة وترميمها وصلحوها، واثنين شارع بغداد شارع دولي والناس رايحة جاية، والتجار 90% من التجار البار موجودين على شارع بغداد. فاخواني نطلب منكم ان تجهزون هذا المصرف وتكملوه ويشتغلوا. ماكو ولا مصرف الساحل الايمن، ليش؟ والمصرف كامل على شارع بغداد، يمكن مصرف الجزيره. ليش ما يكملوه؟ ليش ما يجي موظفين؟ يعني ناشد الحكومه يفتحون هذا المصرف خدمه للناس. ليه على شديد؟ سبب؟ والله المصارف وارد، يعني الموصل دعم شغل الناس، المصارف مال هذا المصرف اليوم الموجود اليوم صار له اكثر من 4 اشهر هي ما يشتغلون، الحاسبات ما جايه من بغداد، رواتب ما عندهم لحد الان، الناس دولة يعني ما مصرفت لهم رواتب اداريا، بس يعني اداريا العالم تجي تسال وترجع، واليوم 4 اشهر هو مفتوح معمر كامل، حتى التبريد الكهرب ماله، الموظفين الكادر ماله كامل موجود. والله المصارف تفيد يعني بكل شيء، شغلات تجاره، هسه المرور نقول لهم ما يقبل يفتحون، يقولوا على مود الا المصارف تفتح. يعني يريدون اكثر من مصرف حتى يصير تعامل مع المواطن. المصرف هذا كامل هسه، موظفين واجهزته كامل، كل شيء بيه كامل. كهرباء كامل كل شيء، دوام موظفين يوميا يجون. بس بقت على تخصيصات وعلى الفلوس. اول شيء المعاملات تنجز بسرعه صحيحه، شكو طلب شكو تصدير غالي، وكل عن طريق المصارف. عشان يتحول عمله تجاريه لازم عن طريق المصرف. اي معامله كانت على المصرف ما تمشي نهائيا. والشيء الثاني نطالب الشيء المهم هو اقليه المرور. المرور هاي المكاتبات المروريه لازم تنجز بسرعه. فتح الدائره، فتح حتى نسجل السيارات، اللوحات تبدل.